في الفقرة دي منورنا لاعب مميز جدا في رياضة الجوجيتسو البرازيلي، حقق مؤخرا الميدالية الذهبية في بطولة افريقيا للمحترفين. الحقيقة هنفتح معاه الملف ده ونعرف حضراتكم كل التفاصيل المتعلقة بهذه الرياضة، لأن أعتقد إن مش كلنا عارفين عنها أو عارفين تفاصيلها. كل الكلام ده هنتكلم فيه مع ضيفنا اللي منورنا محمد شمس، بطل العالم في الجوجيتسو البرازيلي، وما جناش وإيده فاضية الحقيقة، مغرق الترابيزة ميداليات. منور الدنيا. أهلا بحضرتك يا أستاذ كريم، ربنا يعزك. أهلا بحضرتك. منورنا بجد يا محمد، وما شاء الله يعني بجد طبعا كل ميداليه من دول فيها قصه وتحدي وصعوبه وكل حاجه، وانا برضو لابسه ميداليات ومعايا ميداليه افريقيا، هنتكلم في كل ده. بس قبل اي حاجه بحب دايما نعرف اكتر عن ضيفنا. كلمني اكتر عنك انا وكريم وطبعا الساده المستمعين، وفي نفس الوقت يعني انت ابتديت اصلا في ايه، وايه رياضه الجوجيتسو اللي احنا مش عارفين ننطقها دي، يعني خلينا نعرف اكتر. تمام. هو البدايه كان طفل شقي عنده 10 سنين، كل شويه يعمل مشكله في الكلاس بتاعه مثلا، او المدرسين يشتكوا من ان هو مشاغب شويه. والله فكرتني بنفسي. ان هو مشاغب شويه في الفصل. انا خالي الكابتن هاني وحيد بطل عالم في الجودو. خالي جاب اوكي يعني ده حاجه في الوراثيه يعني عموما. فخالي جابني قال لي بص احنا هنروح مكان، المكان ده هتطلع فيه كل طاقتك عادي جدا وتضرب اللي انت عايزه براحتك، بس الناس هتسقف. والله انا كنت مروق زملاتك. قال لي بس الناس هتسقف لك بقى ساعتها، مش هيجوا يشتكوا لباباك ويشتكوا لي منك. قلت له حلو ده، انا هو الدخل اللي خلك دخلك. انا مبسوط، انا عايز اخش المكان ده. فخدني بدات في رياضه الجودو، بدات ان انا ابدا تدريجي فيها بطوله المنطقه، وبعد كده الجمهوريه، وبعد كده وصلت للمستوى الدولي فيها ان انا بقيت بطل عرب سنه 2018، كنت ساعتها في ثانويه عامه يعني. بقيت بطل عرب في الجودو، وبعد كده كنت في المؤسسه العسكريه في اسماعيليه. المؤسسه العسكريه دي هي مدرسه منها بدرس ومنها ان انا بتمرن في نفس الوقت. مدرسه عسكريه. بدني فيها يعني طول الاسبوع، وبعسكر ومعسكراتي كلها تبع المؤسسه العسكريه دي. اوكي. دراستي وتمريني كلها فيها. بعد ما خلصت المدرسه العسكريه وخلاص تمام، بدات ان انا اتطرق بقى ان انا اشوف الجوجيتسو البرازيلي، بشوف لها بطولات كتير جدا في الامارات. وكنت متابع ده يعني، وكابتني برضو اللي حط يعتبر رجلي في رياضه الجوجيتسو دي هو كابتن احمد فهد. طب انت ايه اللي خلاك اصلا تعمل الشيفت ده وانت قاطع شوط زي الفل وانت في ثانويه عامه بطل عرب في الجودو؟ طيب ان انا قاطع شوط كويس في الجودو، حبيت ان انا اطور من نفسي، ولما لقيت ان الرياضتين قريبين من بعض، بس الجوجيتسو مدياني ابيليتي اكتر ان انا فاهم، مش مقيداني في التحكيم بتاعها او القانون او كده. حسيت ان انا هبقى حاجه في اللعبه دي من قبل ما ابداها يعني، لان انا يعني شفت ان القانون بتاعها هيساعدني ان انا اطور من نفسي في حاجات كتير جدا. هو كان ايه اللي كان محجمك من القوانين؟ محجمني في الجودو ان انا مثلا التوطيه، انك ما تمسكش البنطلون، الكلام ده كله. لما انا دخلت الجوجيتسو بدات الحاجات دي كلها بالنسبه لي ايه، انا افيلبل بالنسبه لي ان انا اخش ان انا اعملها. فده خلاني ان انا اكتسبت قوه. مثلا لو انا في الجودو مثلا 70 او 100، لا انا بقيت في الجوجيتسو مثلا 200. بالحاجات اللي هم مش محظورات بالنسبه للجوجيتسو عن الجودو. حلو ده جدا. لا يعني تاريخ طويل بجد يعني. وبعد كده بقى بدات ان انا برضو اتطرق من الجوجيتسو ان انا العب سامبو. السامبو دي مصارعه روسيه ابتكرها الجيش الروسي. بس ده حاجه يعني استعراضي اكتر صح، ولا انا ولا هو مقسوم حاجتين؟ السامبو كل دي العاب قتاليه. كل ده العاب. مفيهاش اللي هي تبقى شويه بتبقى. مفيش استعراض. كل ده العاب قتاليه نزاليه. اوكي. تمام. السامبو والجوجيتسو والجودو كل ده مشتق اصلا من الجوجيتسو. الجوجيتسو دي الام. الجوجيتسو برازيلي والسامبو. الجوجيتسو البرازيلي ده مشتق من الجوجيتسو العادي. مفيش حاجه عربي لفتت نظرك خالص. لا 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 انا يعني انا حبيت ان انا اخش في حته الجوجيتسو دي، لان انا كان عندي شغف ان انا اخش لها لما كنت بشوف البطولات بتاعتها في الامارات وكده يعني. قال لك كاستعراض؟ لا مش استعراض خالص. لا مش استعراض. استعراض. ده في مطحنه بتحصل. ده لاعب جنوب برضو افريقيا. برضه على فكره عايزين برضه فرصه وانت معانا يعني حتى عرفنا احنا شخصيا تفاصيل الرياضه دي. دي سامبو بيتش اللي انا بلعبها. دي سامبو بيتش البطوله دي كانت في الكاميرون. اوكي. متقسمه لحاجتين، في سامبو ان انا سامبو عاديه سبورتيف الفئه بتاعتي دي بتبقى على بساط عادي، وفي سامبو بيتش بتتعمل بعدها بثلاث ايام. أوكي. تمام. او بيومين في نفس البطوله وفي نفس المكان اللي احنا ولازم كده يبقى فيه ورا بعض حسب بيبقى فيه اوزان معينه بينظمها الكوتش في السكور، يقول لك انت لعبت عادي سبورتيف ممكن نلعبك شاطئيه. أوكي. او بيتش. هو الرولز بتاعتها من الفيديو، معلش اعرضوه تاني لو سمحتوا، الرول اللي احنا شفناها يعني انا شفت الموضوع ان انت
تخلي او تسيطر على التاني توقعه على الارض يعني. البيتش البيتش مختلفه عن السبورتيف ان دي مجرد ما كتفه او ظهره يلمس الارض خلاص انا خلصت. اوكي يعني دي في الرمله. كل واحد بيسعى ان هو يوقع التاني. دي في الرمله وقعه واحده خلصت الماتش حتى لو على جنبه مش شرط ان هو ينزل على ظهره. بالنسبه للسبورتيف لازم فيها نقط بقى ونزل على جنبه بتحسب نقطه واحده ولازم بس اخش. ده الجيم ايه دقيقتين ولا ايه؟ السامبو بيتش دي الجيم دقيقه. ما انا بقول لازم تخلص في اول دقيقه. اللي يعني بيخلص بقى بيبقى مين؟ يعني الوزن واحد مش كده؟ الوزن كده كده واحد. الوزن مش كده؟ تمام. اللي بيفرق ايه بقى؟ التكنيك. اللي بيفرق سرعتك انك انت تخطف المهاره وانك انت عارف ان انت داخل بتعمل 1 2 3 تبع تعليمات المدرب بتاعك انك انت متفق معاه ان 1 2 3 هخش اعمله او انفذه في الماتش ايا كان اللعيب اللي قدامك ايه بس انت بتهندل اللعيب اللي قدامك ان انا هعمل دي. يعني انا التكنيك بتاعي واحد كده كده اي فيديو ليا هتلاقيني برمي بنفس الحركه. طب مش ده ممكن يسهل مهمه المنافسين اللي هيلعبوا ضدك في الماتشات التانيه؟ ما انا بتمرن وبشتغل على نفسي اكتر بتمرن اكتر يعني تمرينتين او ثلاثه في اليوم استعدادا للبطوله اثناء المعسكر او كده وده بيخليني ان انا مستعد ان انا انفذ برده مهارتي في اي حد. يعني حته ان انا بشتغل بسن المهاره بتاعتي ان انا اشتغلها مع اي حد. مين اللي خسرك قبل كده في الرياضه دي؟ مين اللي وقعك؟ في السامبو. السامبو انا كتفي اتخلع في السامبو وانا في المنافسات السبورتيف في دور السيمي فاينل. مين اللي خلع كتفك بقى؟ اللي خلع كتفي لعيب النايجر. تمام. ده وانا بلعب معاه كتفي اتخلع وتفوق عليا بنقطه واحده خدها كانذار تفوق الفني. بس يعني اللي هو مش خد سكور عالي او كده يعني هو خد نقطه بانذار دي خسرتني. وساعتها انا رحت رديت كتفي في مستشفى في ياوندي دي مدينه في الكاميرون واصريت ان انا ارجع واكمل منافسات تاني يعني العب على الميداليه البرونز وما رجعتش الا لما رفعت اسم مصر على منصه التدويج الدوليه في الكاميرون يعني. جميل جدا يا محمد بجد والله يعني مبسوطه واحنا بنسمعك. دي كده في اللي فاتت دي في في الماتش بتاع النايجر اللي انا برضو كنت كسبان 1-0 اول حد اخر الماتش يعني والماتش ده انا اتفوقت عليه يعني فيه. حلو قوي. طب انت يعني هنرجع تاني لتفاصيل المنافسات. تمام. اللي لازم نعرف مش كل طبعا ده وقت بس على قد ما نقدر يعني. تمام. طبعا وانت لابس اخر ميداليتين عامه اخر ميداليتين حصلت عليهم فهنجي لهم بس خلينا برضو نعرف اكتر عندك وده جزء من الجزء الاخير من سؤالي في اول الحلقه. اتفضلي. انت ايه بقى بتشتغل درست ايه بتهندل هنا وهنا ولا معتمد بس على انك بطل عالم وهل ده مكفيك؟ انا عارف دلوقتي ليكوا معاشات تقريبا مش معاشات سالري يعني رواتب. انا اسمي محمد شمس في حته الجودو والجوجيتسو والسامبو والكلام ده انا بتمرن وقاسم حياتي لحاجتين مكرس حياتي لحاجتين ان انا اشتغل انا ترينر في جيم كبير. حلو. تمام. وقاسم حياتي ان انا بتمرن وبشتغل علشان الفلوس اللي انا اجيبها بحيث ان انا اطور من نفسي بيها ما احتاجش يعني ما بتاخدش مرتب ثابت مثلا هو اللي بيعيشك؟ لا مش كان في قرار من الرياضه؟ لا انا لسه ما اتكرمتش برضو من ده بطل عالم من وزير الشباب والرياضه وكده هيجرنا بقى للكلام في الموضوع ده الملف مش عايزين نروح له والله. انا لسه يعني حد تواصل معايا من مكتب سياده الوزير اشرف صبحي وقال لي هننسق معاك ان احنا ان الوزير يكرمك او كده لا هو حتى يعني بجانب التكريم طبعا وده شق معنوي وخليني اقول لك طبعا احنا ممكن نكلم المتحدث الرسمي باسم يعني الوزاره طبعا دكتور محمد فوزي صديقنا وممكن. تمام. لان ده يعني ده اقل حاجه تتقدم لك انت بطل عالم. تمام. فده شق ما تقلقش منه بس الشق الثاني غير التكريم هو المفروض يكون فيه شق يعني مادي. بطل عالم مش موجود ده اصلا. عرفنا كده باختصار الدنيا ماشيه ازاي. يعني هل انتوا تابعين يعني انتوا الرياضات دي تحت مظله اتحاد من اتحادات الرياضات القتاليه ولا هو اتحاد مستقل؟ لا هو الجودو هو الاتحاد الرسمي للجوجيتسو والجوجيتسو لجنه من اتحاد الجودو ده انضمت مؤخرا للاتحاد الجودو. الابطال بقى في الرياضه اللي انت بطل فيها بيتعاملوا ازاي بقى في الاطار اللي احنا بنتكلم عنه؟ المادي المادي انت بتكسب بطوله بعد البطوله بيكون ليك مكافاه بتاخدها. تمام. كام بقى يعني مثلا؟ يعني بطولة الكاميرون اللي انا كتفي اتخلع فيها دي 2500 خدت فيها 100 دولار بس. 100 دولار؟ لا معقولة؟ والله بس 100 دولار وخدتهم في الكاميرون اصلا بعد ما خلصت ادوني 100 دولار وخلاص جيت هنا. تمام يعني معقولة؟ هل نقلت الكلام ده للدكتور اشرف صبحي؟ كلمت انت شخصيا او اي حد من تابعينك؟ لا بصراحة ما عرفتش اتواصل مع الدكتور اشرف يعني
بس اعتقد الفرصه بتحققها بالحوار اللي داير دلوقتي اصلا ان شاء الله باذن الله. يعني انا عندي امل ان حد من الوزاره ان هو يتواصل معايا. لا انا اقول لك على حاجه اسهل بدل الامل. تمام. استنى بعد الحلقه بكلمك بجد. تمام. هنعمل مكالمه على طول مش لازم دكتور اشرف على طول. تمام. نكلم دكتور محمد فوزي. تمام. فاستنانا لغايه نهايه الحلقه ده وعد مني. مفيش اي مشكله. بس الموضوع بسيط, هي مكالمه تليفون وفي نفس الوقت ده حقك. مفيش مشكله. خلاص. عادي. مفيش مشكلة. واحنا على مستوى العالم بقى في الرياضه دي واصلين لفين؟ الجوجيتسو يعتبر مصر بدأت تتحط على خريطة العالم فيه, لأن مصر يعتبر من الدول القوية جدا في الجوجيتسو وفيها لعيبة قوية جدا جدا بينافسوا في الرياضة دي. مصر نظمت أكبر بطولتين لفئة الجوجيتسو في أبو ظبي, يعني استضافت النسخه بتاعت البطوله لمصر وعملت بطوله قويه جدا وكسرت الدنيا سواء في بطوله العالم او بطوله افريقيا اللي هي الاي جي بي. اوكي. يعني احنا ماشيين, انا شايف ان الدنيا ماشيه كويس والجيتسو بدا ينتشر بصوره اوسع واكبر الفتره اللي فاتت. يعني حلو, مع الانتشار الواسع ده ومع الرانكينجز اللي بتحصل ومع الميداليات اللي بتجيبها لمصر. تمام. المعسكرات واستعداداتك كبطل لازم تكون ليها برنامج ولازم. أيوة. يكون ليها كمان مش هقول سبونسر بس ليها تغطيه. أيوة. سواء بقى من سبونسر, وطبعا ده انا عارفه مش متوفر, او من الاتحاد. أيوة. او من الوزاره. أنا اوكي, فهل ده متوفر ولا كمان المعسكرات بتبقى على حسابك, وهل اصلا انت عايز معسكرات داخليه فقط ولا كمان لازم معسكرات خارجيه؟ مبدئيا المعسكرات, اما بيكون في بطوله قريبه مثلا كبيره بنتجمع في المعسكر وبنعسكر مثلا ما يقارب لشهر او شهر ونص في المركز الاولمبي في المعادي. داخلي كله يعني. ده داخلي, بنبدا ان احنا نتعد بدنيا ونفسيا ان احنا نطلع يعني نلعب باسم مصر بره. بس حته الاحتكاكات بره دي مش قد كده برضو, دي حاجه يعني انا شايفها ان هي حاجه كويسه جدا وهتفرق مع كل اللعيبه. يعني طبعا احنا طبعًا. مش اقل من حد بره ان احنا نطلع ننافس. طب وفي معسكرات جوه, خلينا في جوه مبدئيا. تمام. بيحصل ايه بقى في المعسكرات؟ المعسكر انت بتتمرن 3 تمرينات في اليوم. تمام. تمرين بدني وتمرينتين في الرياضه في الفنيات بتاعه الرياضه. بيكون محسوب لك نظام غذائي داخل المركز الاولمبي, انت بتاكل اكل محسوب السعرات الحراريه بحيث ده بس فقط وقت المعسكر. وقت المعسكر اللي هو شهر ونص مثلا انك انت تخش تتاهل انك تخش البطوله. اوكي. طب قبل كده مش قادرين نطلع بابطالنا معسكرات خارجيه, هل بيتم جلب بعض الرياضيين المميزين او المدربين المميزين في الرياضه دي في الجوجيتسو الفتره دي؟ لا ما فيش ده, لان الجوجيتسو لسه داخله مصر قريب, يعني الناس لسه ما عندهاش نولج ان هي عارفه يعني ايه الرياضه دي اصلا ولا يعرفوا اسمها. اوكي. فاهمني, فلسه الموضوع بدا ان هو ياخد انتشار لما مصر بدات ان هي تستضيف نسخ بطولات العالم هنا. يعني في سيدات في الرياضه دي؟ الجوجيتسو فيها سيدات طبعا, مصر محققه فيها برضه. فيها ناس كتير جدا قويه يعني في حته السيدات دي, يعني في حته لان الجوجيتسو رياضه ان شاء الله باذن الله انا شايف لها مثلا يعني من وجهه نظري ان هي قدامها هتلاقيها الرياضه الاولمبيه باذن الله. ولو حد عايز يبدا مثلا السن المناسب كام؟ سن الجوجيتسو مثلا لو ولد او بنت مثلا من 9 سنين عشان يبدا ان هو يكون عنده قدره استيعابيه ان هو يستقبل تعليمات المدرب بتاعه وينفذها بشكل صح. يعني انا حاسك بتفكري. انا بفكر اسال عن السؤال ده, مش طالع بنيه صافيه ابدا. قالت لك يعني حد الاصل والله حاسك بياخدوا حد في ال30. عادي ما فيش مشكله, الرياضه عموما كويسه ملهاش سن معين يعني. وتقدري تمارسيها من اي سن. لا بس انا هقع على طول, مش هقدر. مش هيبقى هدفنا بطولات. مش هقع والله. مش هيبقى هدفنا بطولات, هيبقى هدفنا ان احنا ندافع عن نفسنا. عايزين نطلع لها الطاقه. محمد عايز اسالك برضو عشان الوقت, الميداليات يعني انا ما اعرفش اخترت 2 عشان اللون بصراحه. تمام. بس يعني انا بحب الاحمر. اشرح لنا ايه الميداليات دي وانت كمان لابس ميداليتين, ودول اخر بطولتين. دول اخر بطولتين شاركت فيهم. الميداليه الذهب دي ذهبيه وزن 94 كيلو في بطوله افريقيا للجوجيتسو البرازيلي. تمام. ودي برضو فضيه وزن 94 كيلو لوزن 94 كيلو بس منافسات بدون بدله, يعني في بدله وفي بدون بدله. اوكي. تمام. انا بنافس ببدله وبنافس بدون بدله, يعني الذهب بدون بدله, الفضيه دي يعني ايه ببدله وبدون بدله؟ معلش. الجوجيتسو رياضه بتقدر انك انت تنافس فيها منافستين, المنافسه الاولى انك انت بتلبس بدله زي بدله الجودو كده, تبدا تشد زميلك منها ممكن تخنقه او تكسره بالبدله دي عادي جدا. فرصه كويس نقفل. تمام. فرصه حلوه. يعني عادي انك ده بيساعد وبيسهل انك انت وده قانوني. ده قانوني عادي بس خلاص تخنق زميلك او تكسره,
يعني فاهم. الله سهل تكسره؟ جدا. مش بكسره بالمعنى الحرفي بس بكسره لحد ما اوصله لنقطه الم ان هو يسلم. يعني في فيديو انا برضو يعني كذا سبميشن انا واخده في كذا بطوله يعني بيوضح ان هو بمجرد ما دراعه خلاص انا جبت اخر الرينج اوف موشن بتاعه بيبدا ان هو. طب انت ممكن ما يعني ما تكنترولش الحاجات، ما تتحكمش في الحته دي. لا ما حصلش معايا لان انا بحط نفسي مكان اللاعب اللي قدامي. في فيديو غير ده في بطوله افريقيا كان لعيب برازيلي انا عملت معاه سبميشن على كوع. في فيديو انا بعته لهم بيقولها باداء اللي هو عملته معاه قوي. انا عاجبني الموضوع ده على طريقه الطرح اللي هو عملته معاه الصح. اه يعني طيب والميداليات بقى اللي انا لابساها دي؟ الميداليه دي بطوله الجمهوريه للجيتسو البرازيلي، دول ميداليتين لبطوله الجمهوريه اوكي ورا بعض. يعني بطوله الجمهوريه كانت مثلا من 4 شهور، دي اللي اهلتني ان انا اطلع العب بطوله افريقيا، واللي بعدها برضو. وبعدين دي بقى بتاعت افريقيا دي حكايه كبيره جدا يعني. لا نسمع بس بسرعه. عزيزه جدا على قلبي. دي ميداليه بطوله افريقيا للسامبو اللي كتفي اتخلع فيها اثناء منافسات في دور السيمي فاينل، ورحت المستشفى كتفي اترد ورجعت اصريت ان انا اكمل ان انا العب على الميداليه. ده اللي خدت فيها 100 دولار. اه دي اللي انا خدت فيها 100 دولار. عالجت نفسك بقى بال 100 دولار؟ لا بعديهم صرفت عليهم بتاع 400 دولار. اه كتير يعني. تمام رجعت رديت كتفي وبدات ان انا ايه انافس على الميداليه دي، كسبتها. وبعدها بيومين في منافسات تانية اللي هي السامبو الشاطئيه دي، لقيت اسمي كان موجود في السكور. الكابتن قال لي طيب يعني المطحنه اللي احنا شفناها من شويه دي كانت بعد يومين من خلع كتفي. بعد يومين من خلع كتفي انا قلت انا مش هرجع الا لما ارفع علم مصر تاني زي ما رفعته في ميداليه البرونز، هرفع برضو علم مصر. الواحد لما بيجي له دور برد بيريح فيها اسبوعين. ما هو برضو انت عندك شغف انك انت لازم ترفع علم بلدك، دي بالنسبه لي انا شايفها ان هي حاجه حلوه. يعني ان انا ارفع علم بلدي دي ازاي لوحده يخليك تحقق جزاء اكبر كده. تحس عنده باشن يعني بجد. انا يعني حته علم بلدي دي ترفع دي بالنسبه لي انا جميله جدا. وانا مش بتفرج دايما على رفع العلم ويبعد عنك كل شر يا رب. ونورتنا بحلقتنا. ربنا يعزك يا استاذ كريم. شرفتنا يا محمد بجد، بقولها من قلبي والله. بطل العالم رفع اسم مصر في اكتر من محفل دولي، والشغف اللي عنده باين مش محتاج ان هو يقول لنا عليه يعني. وزي ما انت بتتكلم ان انت شرف ليك ترفع اسم بلدك وترفع علم بلدك في العالم كله، اعتقد على الصعيد الثاني حقك ان المسؤولين عن هذه الرياضه في مصر يوفروا لك كل الامكانيات اللي انت محتاجها. ده كمان حقك علينا ان شاء الله باذن الله. هنروح استأذنك، نروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم.